له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. اما بعد ايها المسلمون، هذه التوبه قد شرعت ابوابها وحل زمانها ونزل احوالها، فاقطعوا حبائل التسويف وهبوا من نومه الردى وافيقوا من غفله الهوى وامحوا سوابق العصيان بلوائح الاحسان وحاذروا غوايا الشيطان ولا تغتروا بعيش الناعم لا يلوم وتوبوا الى الله من فاحشات المحارم وفادحات الجرائم وغلطه الاصرار. توبوا على الفور واحدثوا توبه لكل الذنوب التي وقعت وتوبوا من المعاصي ولو تكررت. ايها المؤمنون، ليكن يومكم هذا بدايه مولدكم. فالانسان عنه مولدين، عنه المولد الذي ولدت بهم وعنه مولد اخر اهم وهو اليوم الذي يرجع فيه الى الله تعالى. هذاك اعظم مولد عند الانسان. اجعلوا من يومكم هذا بدايه مولدكم وانطلاقه رجوعكم واشراق صبحكم وتباشير فجركم. ومن لم يتب الان فمتى يتوب؟ ومن لم يرجع اليوم فمتى يتوب؟ يا عبد الله، اجعل من شهر رمضان هذا بدايه لحياه مليئه بالطاعه مفعمه بالخير. اسكب الدموع والعبرات على ما جنت يداك في الايام الماضيه، فعسى الله ان يبدل سيئاتك حسنات. ان عباد الله، وقبل الدعاء نقطتين معناه بعجاله. بدايه نشكر اهل الفضل واهل الخير في المسجد هذا اللي ساهموا كما ترون في نظافه المسجد، وهذا معناها ما تم الا بطراف الجهود الجميع. اللي ساهموا معناها بالمال، اللي ساهم غير ذلك، وهذا تشوفوا الحمد لله يعني نظافه المسجد، وهذه من الاشياء التي يدعو اليها الاسلام. الامر الثاني بنفس نفس السياق، لان لما الناس تبذل المجهود هذا علينا نحن ايضا ان نبذل مجهودا كذلك في محافظه على نظافه المسجد. وهذه معناها ملاحظه ايها الاخوه الكرام، يعني كثير من الاخوه يعني على مدى الاسابيع الماضيه تشكيلات كثيره من استهتار بنظافه المسجد. فاللي معناها يتوضا ويدخل سقيمه الاولى، واللي يضع شيء هكذا في المسجد يرمي شيء منظف يرفع عن الاثار بتاع الاوساخ، ولا ظاهرة اخرى المعلقات هذه في كل مكان. يجي على اخذ ورقه يا عم خالد الفقيه، ونحن جعلنا صبوره خاصه للتعليق هذا. فهذا سؤال للاخوه والاخوه، يجي على اخذ الورقه ثم والان القاوه جاوا يدنون عنها القاوه فالمحافظه على المسجد يعني. وهذا راهو النظافه هذه راهي امر لابد منه في ملك الله. اما بعد عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الاله والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حييتنا، واجعل كل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم وفق كل من اراد اقامة شرعك، اللهم من اراد اقامة شرعك فوفقه الى كل خير، ومن اراد ببلادك وبعبادك شرا فاجعل فيه وفي نحره. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من اراد ببلادنا الخير والصلاح والفلاح، ومن ارادها القران والسنه فوفقه لكل خير، ومن اراد بها غير ذلك فخذ واخلع سبيل. اللهم افرح برب العالمين، اللهم من اراد ببيوتك شرا فاجعل فيه وفي نحره، اللهم اجعل من اراد بكتابك شرا فاجعل فيه وفي نحره، اللهم افرح في الدنيا قبل الاخره، اللهم افرح في الدنيا قبل الاخره. اللهم كل من يتقصص من سنة رسول الله، اللهم اجعل فيه وفي نحره. اللهم من تقصص من سنة رسول الله، واستهزأ بسنة الرسول، واستهزأ بالكتاب والسنة، اللهم اجعل رمضان.